نورمال تقعد تستنى حتى من 10 تاع الصباح. تخيلها معنا على عمه في البحر. عمه في البحر عمنا من الحد اللي فات واللي قبله. تو بدات سيزون لازمنا الكور. على جال كليب لازم نقعدوا هنا في اي مكان. في اي مكان نقعدوا. انت ليش تكينك مش من تونس؟ جزائري والله. جزائري والله. جزائري وتحب الكليب؟ نحب الكليب. نجم نقولوا بالحق معناها البلاصه نتاع جندوبه في الناسيونال تطلع وتهبط. هذيك هي بلاصتها، راهم ظلمون المرة اللي فات وربي معانا وين رجعنا الناسيونال، ظلمون المرة اللي فات. ما عادش من الاول العام الجاي والعام اللي بعده ما عادش بلاصتها الناسيونال، جندوبه بلاصتها الناسيونال. فيتها بالروح الرياضيه اول حاجه، ان شاء الله مربوحه وان شاء الله زينه وربي معاكم وربي مع الجميع. قدام الجمعيه لا فما لا بحر ولا حد شيء. قدام الجمعيه لا فما لا بحر ولا بيسينات ولا وتله ولا حد شيء. المحترفة الأولى جندوبة رياضية ينزل ضيف بملعب المنزة لمواجهة الإفريقي. أبناء باب جديد من أجل العودة إلى الألقاب والمصالحة مع الجماهير. الملاحظة الأبرز قبل بداية اللقاء حالة ميدان المنزة اللي كانت غير صالحة لتعاطي كرة القدم، ولعل هالصور أكبر دليل على ذلك. تشكيلة بن شيخة تعرف إقحام ثلاثي جديد، باش تبجي في الدفاع، العواضي في وسط الميدان وخنشيف في الهجوم في انتظار باقي الانتدابات. سمعنا اللي فما جونيور اوزاكي صحح، فما زوز لاعبين توا في الحديقه تاع النادي الافريقي الكسيس وعبد الله، وحكايه يوسف المويب وين وصلت؟ والله من بعد جونيور عندنا معناها زوز ملعبيه فعلا في الحديقه، والزوز معناها مدافعين محوريين، فهمتني؟ واحد الكسيس كامروني فهمتني، والاخر عبد الله. بالنسبه احنا خيرنا خليه الاطار الفني معناها باش يقوم بزوز مباريات وديه ان شاء الله في الاسبوع المقبل، حتى يزيد هو يتحقق معناها من امكانيات كل اللاعبين هذوما. فيما يخص المويبي فما اتصالات حثيثه وجديه فهمتني، وان شاء الله فهمتني اللي فيه الخير ربي يسهل فيه. في المقابل محمد الجلاسي يعتمد على مهاجم وحيد خالد برك. التحكيم لفؤاد البحري وشوط اول للنسيان مستوى رديء، غياب المحاولات مقابل حضور الاندفاع البدني المفرط، توقف اللعب عديد المرات واحتجاجات على تحكيم الحكم فؤاد البحر. الافريقي غابت عليه الحلول، ما استطاعش خلق الفرص لضعف هجومه، وحتى اللاعب فؤاد بوقرة كان غايب في هالشوط. في المقابل جندوبة رياضية بفضل فنيات العبيدي اللي كان مصدر خطر تحصل على بعض الفرص عن طريق التصويب، تصويبة أولى من نفس اللاعب ثم حمودة البريكي وكورته فوق المرمى، ثم هذه فرصة والمطالبة بضربة جزاء بعد سقوط مجبورة، والحكم يأمر بمواصلة اللعب. آخر فرصة في الشوط كانت لأبناء بن شيخة، مخالفة من خنشيل وبوقرة يضيع الفرصة. الشوط الثاني ومنذ البداية المدرب بن شيخة يلعب ورقة زهير الضوادي، والإفريقي يحاول الضغط، وسام يحيى يصبح لاعب رواق، والعروسي برقوقي يترك الفريق. الإفريقي أصبح يلعب ضد ضغط النتيجة، ضغط جمهوره، وكذلك أمام فريق عرف كيفاش يغلق كل المنافذ فضل اللياقة البدنية الممتازة للاعبيه. باقي الوقت أصبح لقاء هجوم ضد دفاع، والإفريقي يحاول بكل الطرق عن طريق الكرات الثابتة والتصويب لكن دون نجاح. الوقت البديل ورغم كثرة المخالفات فإن الإفريقي يفشل في التجسيم
لينتهي اللقاء 0-0، والإفريقي يعجز على الانتصار ضد جندوبة في 3 مقابلات ضده وعديد النقاط لازم مراجعتها بالنسبة لأبناء باب جديد. في المقابل جندوبة الرياضية قدمت مقابلة كبيرة تكتيكية. ماتش نيل مع الكلوب افريكان وفي المنزه راك بعد يلعب في المنزه واول سيزون مع جمعيه كبيره كيما الكلوب افريكان نيل بتبقى يفرح على العباد الكل ويفرح جندوبه الكل وكجواريات نفرحوا برشا فهمني خاطر باش حوليها تكون المسيره نتاعنا طيبه فهمني تعمل نيل في المنزه حوليها تكون مخير. يعني شنو اللي ما مشاش اليوم في الكلوب؟ الله اعلم هذاك الله اعلم انتم تعرفوا الله اعلم. معناها 11 ملاعبه في التيران بيبليك تبارك الله موجود كل شيء موجود معناها. الله اعلم. كان اللاعب ما مشاش. الله اعلم مشى اللاعب مين الزهر الزهر مشاش معاه. والله ان شاء الله ما خير ان شاء الله. جو بونس كو لو نيفو تكنيك كان مويان كل شيء يعني كان مويان اللي خلى المباراه تكون مويان اي بوي يافي بوكو دادفيرسيتي. نشكر جندوبه على تسمى لا كاليتي ديفونسيف تاعهم ايزون غاني بوكو دو دويال و فوالا بريمير ميتون كانت متكافئه دي دو كوتي لكن جو بونس يعني سانسيرمون بلي دوزيام ميتون كانت لينا نو زافون دوميني يعني اوتراجوزمون لادفيرسير مي توجور ما كانتش لا فينيسيون باش نماركيو ان بوت مالغري بدلنا لو ديسبوزيتيف تكتيك اون دوزيام ميتون من بعد درنا دو زاتاكون فيكس درنا دو زيليي سور كوتي ومي الله غالب اون ا با بي ماركي ان شاء الله سا فياندرا بار لا سويت.